كانت الإطاحة بالمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب المصري الأول أول القرارات التي أعقبت الخروج المفاجئ لمنتخب مصر من كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها أرض الكنانة في نسختها 32 عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف أحرزه اللاعب لورش في الدقيقة 85 من عمر المباراة ليودع الفراعنة البطولة مبكرا. مسيرة المدرب المكسيكي البالغ من العمر 60 عاما لم تدم مع المنتخب المصري لأكثر من 12 مباراة، قاد خلالها الفريق ما بين مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والمباريات الودية، بالإضافة إلى مباريات كأس أمم إفريقيا 2019. تعاقد اتحاد كرة القدم المصري مع أجيري في الأول من شهر أغسطس بعام 2018 قبل أن تعلن أمس إقالته بعد 339 يوما فقط من إعلان التعاقد معه. خلال 12 مباراة تلقى أجيري هزيمة رسمية وحيدة أمام جنوب إفريقيا كانت كفيلة بإقالته وجهازه المعاون بالكامل، إذ تسببت في توديع الفراعنة للبطولة. في المجمل قاد أجيري المنتخب الوطني للفوز في 9 مباريات من 12 مباراة التي خاضها ما بين ودية ورسمية. تمكن المنتخب المصري تحت قيادة أجيري من إحراز 27 هدفا، كما استقبلت الشباك 7 أهداف آخرها هدف اللاعب الجنوب إفريقي لورش الذي كان كفيلا بانتهاء رحلة المكسيكي مع المنتخب المصري والتي دامت 339 يوم.